الحاجات اللي جاية لما نيجي مثلا الحتة ديت في البنكرياس، هنقول قلناها قبل كده وقلت كده. ايه هو تعريف الاكيوت ابدومين؟ هو sudden onset of severe abdominal pain، ملوش دعوة بالتروما. كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ده كلها حاجات ملهاش دعوة بالتروما. طبعا في اسباب كتيرة جدا جدا بتدفع الى الاكيوت ابدومينال بين، منها حاجات بتتشاف في الايمجينج ومنها حاجات ما بتتشافش في الايمجينج. لكن انا اتعرض لمعظم الحاجات ديت او الحاجات اللي بتتشاف بالايمجينج في واحنا شغالين. مش هنجيب طبعا سيره الجاينكولوجي لان دوت ليه موديول لوحده، ومش هنتدخل قوي برضو في الفاسكولار انجريز لان ليها سكه لوحدها، لكن هنخلينا في الحتت اللي احنا شغالين بيها. من الحاجات اللي معروفه في الشيست وبتعمل ابدومينال بين زي النمونيا، زي البلورزي، زي المايكارديال انفاركشن، زي السيكن سيل كرايسيس، زي اليوريميا، زي الهايبر كالسيميا والاديسون ديزيز. لكن في الشيست النمونيا ممكن تعمل كده، والبلورال انفكشن ممكن يعمل كده، وكذلك المايكارديال انفاركشن. الايمجينج بتاع الاكيوت ابدومين برضو منصب على الاكس راي والسي تي والالترا ساوند وبعض الانجيوغرافيك تكنيكس. البلين فيلم في الابدومين بصفه عامه بيعرف يشوف الكالكيلاي، بيعرف يشوف الكالسيفيكيشن، بيعرف يشوف الجاز باترن اوف ذا انتستين، بيعرف يشوف الفورين بوديز، بيعرف يشوف ايام العصر الحجري الانترا بريتونيال فلويدز، بيعرف يشوف الهواء، بيعرف يشوف اذا كان الليفر والسبلين كبار ولا لا، وكذلك بيشوف البوني سكيلتون اذا كان فيها ابنورماليتيز ولا لا. في الموديول بتاع اليورينري طبعا زميلنا من المنصوره دكتور طارق وزملائه استفادوا في الحته ديت، وقالوا لكم العديد من this is renal stone و stag horn calculus and these are gallbladder calculi و الكثير من الستونز الموجود والكالسيفيكيشن والفورين بوديز وخلافه. في الاكس راي معروف حاجه اسمها اوبستراكشن سيريز، والاوبستراكشن سيريز بتقتضي مننا ان احنا نصور البطن مره وهو العيان نايم ومره وهو واقف، ومن ضمن السيريز ديت ان احنا نعمل شيست اكس راي اريكت بوزيشن علشان يشوف اذا كان في هواء تحت الدايفرام اللي هو نومو بريتونيوم، عشان يشوف اذا كان في نموني كونسوليديشن، عشان يشوف اذا كان في بلورال افيوجن. من ضمن الاسسمنت اوف ذا جاز باول جاز باترن انك انت تشوف اذا كان في ديستنشن اوف ذا باول لوبس، ولما وقفت المريض حصل مالتيبل اير فلويد ليفلز، معنى كده ان في انتستاينال اوبستراكشن. بتشوف منظر الباول لوبس ديت بالكاركترستيك ابيرنس بتاعه اللي هو الجيجينال ابيرنس، فبتعرف ان على طول ده اوبستراكتد جيجينال، وان الهيليوم ما فيهوش هواء، فبتعرف ان دوت غالبا ديستال سمول باول اوبستراكشن. في بعض الاحيان if you cannot توقف المريض ممكن تعمل اللي هو lateral with cross horizontal beam، بيسموه horizontal beam، يعني الواحد نايم على بطنه والاشعه من ناحيه والفيلم من ناحيه تانية، برضو ممكن تشوف موضوع الفلويد ليفل. السمول باول اوبستراكشن واحد من الاسباب الرئيسيه بتاعه الاكيوت ابدومين، وهو ليه حاجات اسباب داخل الانتستين واسباب خارج الانتستين. اللي جوه الانتستين زي الانترسبشن، زي الاستريكشر، زي التيومر، زي الكرونز والجماعه دول، زي التروما في بعض الاحيان والهيمورج، زي الفورين بودي بالزوار وخلافه والميكونيوم ايليس في الناس الصغيرين. اللي خارج الانتستين زي الادهيجنز سواء كانت بوست تروماتيك او بوست اوبراتيف، زي الهيرنيا، زي الفولفلس، زي الابدومينال ماسس ضغطت على الانتستين، انترا بريتونيال ابسيسيزس او الانيوريزم او الهيموبريتونيوم او الاندومتريوزس. التشخيص بتاع السمول باول اوبستراكشن منصب على انك انت تاخد فيلم ان ذا سوباين بوزيشن اند انذر وان ان دايركت بوزيشن، then you can see distension of the bowel by gases، وبعدين multiple air fluid level، and this is a diagnostic of small bowel obstruction.
الالياس هو عباره عن فانكشنال سمول باول اوبستراكشن، يعني ما فيش حاجه بتسد الانتستين، ولكن هو الموتيليتي بتاعتها هي اللي خربانه. واشهر حاجه هو الايرلي بوست اوبرتيف دايز، ان بيكون لسه الانتستين ما رجعتش للموشن بتاعتها. ولو عملت للمريض دوت افلام هتطلع زي الميكانيكال اوبستراكشن بالظبط، وهيكون في ديستنشن اوف ذا باول باي جاسز، وهيكون في مالتيبل اير فلويد ليفلز في الايركت فيلم. لكن الاليوس ممكن يكون سكندري تو بيريتونايتس، وممكن يكون سكندري تو هايبوكاليميا، هايبوثايروديزم، او فاسكولار اوكلوجن اللي هو انتستاينال اسكيمي. الحاجات ديت ممكن تعمل اليوس زيه زي بالظبط بتاع الايرلي بوست اوبرتيف دايز. And if you have the supine film and the erect film and you see multiple fluid levels, then you can diagnose intestinal obstruction. في بعض الأحيان لما ما بيكونش عندنا سبب واضح للانتستينال obstruction, then we refer to the adhesions, which يعني أكتر حاجة بتعمل small bowel obstruction. وعلى فكرة الادهيشنز مش لازم تكون post operative. يعني إحنا تعودنا إنك أنت لما تيجي تلاقي واحد اوبستراكتد وبعدين تعمل له سي تي علشان تشوف السبب، ما لقيتش السبب فتساله انت عملت عمليات قبل كده، يقول لك لا، فتقول خلاص يبقى ما فيش. لا طبعا، اديشنز ممكن تكون سكندري تو انفكشن، سكندري تو تروما، او اي حاجات تانية. المهم الناس اللي عندهم اوبستراكتد باول بنعمل لهم سي تي علشان نشوف اذا كان في هيرنيا، اذا كان في فولفلس، اذا كان في تيومر، اذا كان في جول ستون، اذا كان في انترسبشن. ما فيش اي حاجه خالص من الحاجات ده، هي ميكانيكال كوزز. اند وين وي اسيوم ان الاوبستراكشن دوت از ديو تو ادهيجن، بغض النظر كان المريض دوت عنده هيستوري اوف سيرجري ولا لا. لكن واحنا بنبص على الابدومين كده لقينا ان الانتستين از دايليتد وفي مالتيبل اير فلويد ليفلز، and we do not see ولا هيرنيا ولا فولفلس ولا 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 ولا، يبقى ده هو obstruction secondary to adhesions. فزي ما احنا اتفقنا كل small bowel لو obstructed او large bowel هيعمل CT علشان looking for اذا كان في سبب ولا لا. فمثلا العيان دوت عنده colonic obstruction واضح من الاوستريشنز والفلويد ليفلز وكده، and this is the CT CT scan of the pelvis، وورينا ان في sigmoid carcinoma وهي اللي عامله ال obstructive changes اللي موجوده. And this is another case of colonic obstruction وال lower down film في البلفس، ورى ان الريكتو sigmoid area عندها marked mural thickening وعندها stranding of the fat encroaching on the lumen. And then this is carcinoma of the sigmoid وعامله proximal obstruction. لما نتكلم على السمول باول هتلاقي المناظر ديت كتير جدا في السمول باول، ان اليومن ضيق جدا والجدار تخين جدا، وممكن يكون في فات، ممكن يكون في ulcers وكده. and these are the changes المعروفه جدا بتاعه الكرونز ديزيز. ولما هنتكلم على الميزنتري والكلام ده كله هنتكلم على النقطه ديت بتاعه الفولفلس في الميد جات، ان انت عارف ان الحته دي بتاعه السوبيريو بيزنتريك ارتري والفين، وان جنبهم على طول بيكون في البنكرياتيك هيد. في بعض الاحيان لما الميزنتري تلف على نفسها بتلاقي المكان بتاع السوبيريو بيزنتريك ارتري والفين عامل زي الدوامه كده اللي هو ويرل بول ساين. and this is diagnostic of mid gut volvulus، وعندها بتلاقي في البطن الانتستين دايليتد وعندها مالتيبل اير فلويد ليفلز. And this is another example of mid gut volvulus في الحته اللي المفروض يكون فيها the superior mesenteric artery and the vein. And you see this appearance انك انت الريليشن بتاعت الفيسلز اختلفت compared to the normal. And this is the superior mesenteric artery والفين، ودي البنكرياتيك هيد ودي الكومن بايل داكت. لكن هنا بقت لحوسه كده مع بعضها، and the intestine is dilated with multiple air fluid levels، معناها ان في mid gut volvulus. كذلك موضوع الجول ستون اللي هو بيأثريت من الجول بلادر وينزل في الانتستين ويفضل ماشي لحد الاليوم وبعدين يسد الاليوم. فبتلاقي الترياد المشهور جدا اللي هو اسمه regular triad، small bowel obstruction وجاز in the biliary system ولارج ectopic جول بلادر ستون. هم دولت الثلاث حاجات اللي بيشخصوا جول ستون اليس.
انك انت تلاقي الحصوايه غالبا قرب التيرمينال ايريوم، تلاقي الانتستين فيها اوبستراكشن واير فلويد ليفل، ولو بصيت عند الليفر ممكن تلاقي هواء جوه البيلياري تري، هواء جوه البيلياري تري، لارج اكتوبيك ستون موجود قرب التيرمينال ايليوم، وبعدين سمول باول اوبستراكشن ويز مالتيبل فلويد ليفلز اند ذس از جول ستون ايليس. فبعض الناس اللي هي بتاكل الشعر والكلام دوت، البزوار بيبقى موجود في الاستومك، لكن في بعض الاحيان بيخرج بره الاستومك وينزل في الانتستين، وبيبقى شكله واضح جدا لانه يعني معروف وجواه الهواء الكاركترستيك بتاعه، والهيستوري بيبقى واضح، ومعظمه بيكون بنات عشان يكون عندهم شعر ياكلوه ويكون عندهم حاجه يعني في المينتاليتي ديفكتيف شويه. من الحاجات المشهوره جدا في الامتحانات موضوع الهيرنيا ده، ان سواء كانت امبلايكال هيرنيا او انجوينال هيرنيا، ونزل جواها باول لوب واتزنق وبعد كده عمل انتستاينال اوبستراكشن و اير فلويد ليفلز وكده، دوت اسمه انكارسريتد هيرنيا، وده المثال اللي انتوا يمكن شفتوه من شويه، وفي سمول باول اوبستراكشن واير فلويد ليفلز اند ذس از بوست اوبرتيف اديشنز. زي ما احنا اتفقنا ان الهواء جوه البريتونيوم ليه سببين رئيسيين، ريسنت سيرجري، وده هو بيقعد من 3 ل 7 ايام بعد الجراحه وبعدين يختفي، او البرفوريشن. البرفوريشن زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، في برفوريتد باول كتير جدا ما عندهاش نومو بريتونيوم، وفي طبعا عندهم، وممكن الجراحه وممكن المنظار وممكن انفكشن جوه البريتونيوم بجاز فورمينج اورجانيزم يطلع هواء جوه البريتونيوم. دوت الديكيوبيتس او اللاترال ويز هورزونتال بيم بتخلي العيان نايم على جنبه الشمال عشان تشوف الهواء ما بين الليفر وما بين الانتيرير ابدومينال وول. الحكايه ديت اسمها ريجلر ساين. طبعا قلت انا من شويه انك تصور لانج ويندو للابدومن عشان تشوف الهواء اللي جوه من الهواء اللي بره، والمنظر دوت اسمه ريجلر ساين، انك انت يو كان سي ذا وول اوف ذا باول في البلين اكس راي. طالما شفت الوول بتاع الباول معنى كده ان فيه هواء جوه وهواء بره، الهواء اللي جوه طبيعي بس الهواء اللي بره مش طبيعي، انت مش شايفه، لكن بما انك انت شفت الجدار يبقى لازم هيكون فيه هواء بره. This is what we call regular sign in the genta. You can see the bowel wall في البرين فيلم. الاستومك شايف الجدار بتاعها بوضوح شديد، وكذلك الجيجنم بوضوح شديد. And this is diagnostic of pneumoperitoneum. في بعض الأحيان موضوع الشدادتي ده اللي هو الكولون بقى interposed ما بين الديافرام وما بين الليفر، بيمثل مشكله جامده جدا في التشخيص النوموبريتونيوم، لكن دايما تفتكر ان الكولون فيه هوستريشن، يعني الهواء هتلاقي جواه خطوط اللي هي الهوستر اوف ذا كولون، لكن النوموبريتونيوم ما بيكونش جواه خطوط خالص. موضوع انك تسقي العيان صبغه علشان تشخص بيرفوريشن خلاص بطل بطل بطل، ما بقاش موجود ان ذا مانجمنت بتاعه الابدومينال تروما ولا البرفوريشن ولا الكلام ده كله. بس ده كان بيحصل ايام زمان از روتين، انك انت لو اعتقدت ان المريض عنده برفوريشن سواء بعد التروما او بعد العمليه او بعد المنظار او بلور، تسقي العيان صبغه وتلاقي الصبغه شرط في البريتونيوم فتعرف ان في برفوريشن. طيب انت اصلا من البلين فيلم ممكن تعرف ان في برفوريشن نتيجه وجود الهواء جوه البريتونيال كافيتي، زائد ان الصبغه ديت لا يمكن تعرفك مكان البرفوريشن، يستحيل تقول لك البرفوريشن فين. يبقى انت عارف البرفوريشن حتى من الكلينيكال او من البلين فيلم، وسقيت صبغه مش هيجد عليك جديد، هتبقى برضو عارف ان هو في برفوريشن. بعد كده بقى شويه حاجات سريعه هنقولها كلها بالتفصيل لما نيجي لكل حته في حتتها، يعني الجول بلادر مع البيلياري والبنكرياس مع البنكرياس وهكذا. الكوليسيستايتس سواء كانت كالكولر او نون كالكولر كوليسيستايتس من الحاجات اللي بتعمل اكيوت ابدومين. الجول ستونز ممكن تبقى راديو اوبيك 10% بس من الجول ستونز، وممكن تبقى تبان في الام ار عن طريق بيقولوا عليها سيجنال فويد، او تقول عليها لو سيجنال. يعني انا احب انك انت تكون في جول بلادر ستون وفي جول بلادر ستون وخلصنا،
لان ده مالتيبل موبايل سيجنال فويد مش عارف مين شادوز ار سين ان ذا جول بلادر امبريسيف او بيليري كالكولاي. يعني تفتكر هما ايه غير الكالكولاي؟ صح ولا ايه رايك انت؟ ماشي كلام ليك يا جارة. صح طيب. كمان البيليري كوليك نتيجة وجود ستون ان ذا كومن بايل داكت، والستون في الكومن بايل داكت هنتكلم عليه بالتفصيل مع البيليري ايميجينج والمنسكس ساين ومش عارف مين والريكونستراكشن along ذا كورس اوف ذا كومن بايل داكت، كل ده هنقوله. وهنتكلم كمان على الرول بتاع الام ار سي بي في الديتكشن اوف كومن بايل داكت ستونز از ويل از جول بلادر كالكيولا. طبعا السوناريو يعتبر هو ذا بيست موداليتي فور ايفالويشن اوف جول ستونز عن طريق الكاركترستيك اكوستيك شادوينج اللي موجود ورا الكالكيلاي، واللي هو بيقدر يفرق الكالكيلس من البوليب والكلام ده كله. وان مثلا انت شايف ديت وراها اكوستيك شادوينج كده سفيف قوي، معناها ان هي حصوه، وان الجول بلادر ممكن يكون فيها اكيوت كوليسيستايتس ما يكونش فيها حصاوي، اسمها acute non-calcular cholecystitis. The wall is enhancing و thickened، مفيش stones جوه وفي pericholecystic fluid أو edema اللي هو علامة الالتهاب. كمان الجول بلادر ممكن تنفجر ويحصل فيها perforation وتشر البايل جوه ال peritoneal cavity، وبال perforated جول بلادر سهل قوي الديتكشن باي التراساوند وكذلك الديتكشن بال ST. كمان الجول بلادر ممكن تنتفش وتبقى ماركتلي دايليتد اند انفليمد، لسه شايفين حاله امبارح، والجدار بتاعها از كونسيدرابلي ثيكند والفات اللي حواليها از ستراندنج، معناها ان في امبايما اوف ذا جول بلادر. وطبعا انتوا عارفين ان الامبايما اوف ذا جول بلادر ما هياش حاجه من الجراحين بيحبوها قوي، ما بيحبوش يجوا جنب الحكايه ديت، بيبعتوها لنا احنا نحط قسطره جوه الجول بلادر نفضي الاول الانفكتد بتاع ده الانفكتد بايل اللي موجود جواها وبعد كده يشيلوها. وطبعا اي حد بيشتغل في الشغلانه ديت لازم يتحرى انه لما يحط الابره يحطها في حته لازقه في الانتير ابدومينال وول علشان ما يفتحش الجول بلادر على البريتونيوم وتبقى مشكله تانية. فده اللي انا قصدي يعني. And this is empyema of the gallbladder. They see the gallbladder wall is يعني relatively thickened وفي زي سبتم كده اهوت موجود. الحاله بتاعت امبارح بالذات يعني كان في حاله زي ديت كده، وبتوع الالترا ساوند اعتبر ان الحته ديت فوكال ليجن في الليفر وان الحته ديت هي الجول بلادر، وقال على دوت خراج وقال على ده empyema of the gallbladder. لكن السي تي بالذات مع الريكونستراكشن وكده ورى ان الحاجتين دولت حاجه واحده وان مفيش حاجه في الليبر. كمان الكرونيك كوليسيستايتس ما هياش سبب من اسباب الاكيوت ابدومين، ولكن بتتشخص بان الجول بلادر از كونتراكتد وان الجدار بتاعها بيكون تخين وان بيكون جواها كالكولاي او ما يكونش جواها كالكولاي. لو حصل طلع هواء جوه الجول بلادر او هواء في الكيدني او هواء في اليورينري بلادر او هواء في البنكرياس، كل دول اسمهم انفيزيمتس كذا، انفيزيمتس كوليسيستايتس بنكرياتايتس بيقولوا الكلام ده كله. ودايما في علاقه وثيقه ما بين الانفيزيمتس والديابيتس، فالناس اللي عندهم ديابيتس بيبقى عندهم فيريلنت اورجانيزمز ممكن تعمل جاز فورمينج في المكان اللي حصل فيه. اما بقى موضوع الكولانجيتس فدوت هنتكلم عليه بالتفصيل الممل لما نيجي نتكلم على البيليري، لان كل الكلام الجديد دلوقتي بقى قلب الحته ديت راسا على عقب، وبقى في مجموعه من الديزيز دلوقتي اسمها اي جي جي 4 ريليتد ديزيزز، وعلى راسهم البنكرياتيتس والكولانجيتس ومجموعه ضخمه جدا من الحاجات ثرو ذا بودي. واعتقد ان هي ديت هتبقى الموضه الجديده في الامتحانات كلها، اللي تروح في اي حته هتلاقي طالع لك اي جي جي 4 على طول في الاسئله. فانا هقول حاجتين او ثلاثه منهم اللي هم موجودين في
البنكرياس وموجودين في البيليري سيستم وموجودين في الميزنتري، ولكن في حاجات كتيرة جدا. وفي مقالة منشورة في الراديوجرافيكس اسمها كده اي جي جي 4 ريليتد ديزيزز فروم هيد تو تو، جايبهم كلهم تقريبا مش بالتفصيل، ولكن يعني على الاقل لممهم كلهم في مره واحده. وانا عملتها المحاضره يعني على وشك انها تخلص خلاص ان شاء الله، ولو خلصت انا بطبعها في المذكره وبسجلها واحطها على الانترنت اللي عاوز ان هو يسمعها يعني ان شاء الله. فالكولانجيتس في منه 3 انواع، في واحد اسمه اورينتال كولانجيتس او بايوجينيك كولانجيتس، وفي واحد اسمه برايمري سكلروزين كولانجيتس، وفي واحد اسمه اي جي جي 4 ريليتد كولانجيتس. كل واحد من دول ليه علامات مميزه، لكن من العلامات الرئيسيه بتاعت الكولانجيتس بصفه عامه انك انت تلاقي ستونز جوه الدايليتد بايل داكتس، وانك تلاقي في الاي ار سي بي او الام ار سي بي مالتيبل ستريكتشرز ومالتيبل دايلاتيشنز. لكن هنقولها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده، لان يو سي ذس كيس وفي localized form of dilated bile ducts in the right lobe وفي hyper dense shadows within the dilated ducts and this كان زمان بيقولوا كده انك عشان تفرق البايوجينيك من الثاني اللي هو السكلروزنج، يعني الحصاوي احد الحصاوي صح، الحصاوي موجوده في 80% من البايوجينيك وحوالي 8% من السكلروزنج كولانجايتس، لكنها ما هياش الجبار قوي في التفرقه. الكلينيكال مهم جدا جدا في التفرقه ما بين الحاجات ديت زي ما هقول لكم بعد كده. لو عملت اي ار سي بي هتلاقي المناظر ديت ستريكشرز اند دايليتيشنز جوه البيليري سيستم، لو عملت سي تي هتلاقي برضو دايليتد بايل داكس وجواها مالتيبل ستونز. فانا ما بنصحك يعني لو انت لقيت ستونز جوه البيليري سيستم اشخص بايوجينيك كولانجيتس الاول طالما ما فيش كلينيكال داتا، لكن لو في ممكن يحصل كده. عندي سي هنا اهو ذس از ذا تيبيكال ابييرنس بتاع الكولانجيتس اللي هو ستريكشرز اند دايليتيشن. بعد كده البنكرياس وهو بلع على راس الموضوع بتاع الاي جي جي 4 وبقى في منه زمان طبعا كان في اكيوت بنكرياتيتس كرونيك بنكرياتيتس، دلوقتي بقى انك ما تشوف الا النور. المهم هنقولهم بالتفصيل ما تقلقش. والاكيوت بنكرياتيتس احد اسباب الاكيوت ابدومين وبيتشخص بحاجتين، ان البنكرياس از سوولن والفات بلينز اللي حواليه ابير ديرتي، ان يو سي سم فلويد حوالين البنكرياس والفلويد دوت ممكن يكون فري وممكن يكون انسيستد وعامل سودو بنكرياتيك سيست. بعد كده لو البلاد سبلاي بتاع البنكرياس تاثر فالبنكرياتيك انهانسمنت بيروح ودوت بيدخلك في حاجه اسمها نيكروتايزنج بنكرياتيتس، وبعد النيكروتايزنج بيطلع هواء جوه البنكرياس فيبقى اسمه انفيزيماتس بنكرياتيتس. And this is necrotizing pancreatitis. And you see diminished enhancement of this part of the pancreas, dirty fat blains, وممكن الفلويدز تتجمع وتعمل سودو بانكرياتيك سيست. وده هو اي ار سي بي، ان بعض الناس بتعمل اي ار سي بي بتجيب بانكرياتيتس. يعني سي ذا فلويدز اراوند ذا بانكرياس اند ذا سويلنج، في فلويدز حوالين الكدني برضو، كل ده هنقوله بعد كده. And this is the normal appearance of the pancreas and this is necrotizing pancreatitis. أي عيان عنده acute pancreatitis وعنده كورة مليانة مية and you consider this as pseudo pancreatic cyst، ولو كان جوه السيست هوا يبقى pancreatic abscess and this is the only way to discriminate between abscess and the cyst. لو في هوا جوه البنكرياتيك ليجن السيستيك ليجن يبقى دوت بنكرياتيك ابسس، ولو ما فيش هواء يبقى اسمه سودو بنكرياتيك سيست. والجراحين بيقولوا الفرق ما بين الاثنين دولت ان البنكرياتيك ابسس بيتعالج بجراحه والسودو بنكرياتيك سيست بيتعالج بانك انت تعمل له بيركوتينيوس درينج. لكن من الترند عندنا يعني على الاقل معظم الحاجات ديت الجراحين ما بيحبوش يلبسوه، يقول لك ودينا بتاع الاشعه ده خليه يشربه. يعني انت بتقعد بقى ترفس جنب العيان تحط القسطره وبعدين تتسد ومش عارف ايه والكومبليكيشنز بالعبيط، بقول لك انا هقعد اخوي الدماغ على ايه، خليني انا في الزايده المتقشره والكلام
بتاع المتقشر والكلام ده كده. المهم and this is pancreatitis وفي pancreatic abscess بقى مرض اللي فيه collection وفي هواء وفي كمان peritoneal collection. من ضمن الحاجات اللي بتعمل acute abdomen splenic infarctions، والsplenic infarctions يعني تعرض لها مع السبلين كتير، وهي بتكون ويدج شيب والبيس بتاعته لبره والابيكس لجوه، وممكن يكون سنجل او مالتيبل، وممكن ياخد البنكرياس كله من اوله لاخره زي كده مثلا ماسيف بنكرياتيك انفاركشن، ما عدا الحته السفيفه جدا ديت هي اللي لسه صاحيه من البنكرياس. كمان الابندسايتس احد اسباب الاكيوت ابدومين، وهنتكلم معاه ساعه الكولون وساعه البريتونيوم. الابندسايتس بتتشخص كويس جدا بالالترا ساوند عن طريق ان الجدار بتاع الابندكس بيبقى ايديميتس تخين، ان اليومن بيبقى ديستندد باي فلويد، ان حوالين الابندكس بيكون فيه ميه، وساعات يكون جوه الابندكس اللي اسمها ابندكوليس اللي هي زي حصوه كده هي اللي سدد الابندكس وخلت تيجي فيها اكيوت ابندسايتس. لكن في بعض الاحيان ما بيكونش فيه ابندكوليس ولا حاجه، وانا في اعتقادي تشخيص الابندسايتس بالالترا ساوند اجدع بكتير جدا من تشخيصه بالسي تي خاصه في غياب الابندكوليس. فمثلا هنا اني طبعا دي الابندكس، عشان انا قلت لك ان هي الابندكس وفيها فلويد والجدار بتاعها تخين والفتحه حواليها ديرتي وكده. لكن وانت بتشتغل في الابدومن سهل جدا انك انت تمس ذس از واحد من الباول لوبس العاديه. اما لو كان فيها الابندكولس اللي هي سدت النك بتاعتها وخلتها تبقى ديستندد باي فلويد وكده ممكن تبقى تساعدك. كمان في حاجه اسمها الابنديسيس ايبيبلويكا اللي هي زوائد دهنيه موجوده على الجدار بتاع الكولون. هذه الزوائد فريلي موبايل وجواها فيسل صغير كده، ساعات لما تلف حوالين نفسها الفيسل يتخنق ويحصل فيها اسكيميا فتعمل اكيوت ابدومين. الزوائد دي ما بتتشافش الا لو كان المريض عنده اسايتس، فتقدر تشوفها عباره عن فات بتلزق كده في جدار الكول. لكن لما تلف حوالين نفسها وتبقى الفيسل اوبستراكتد بتعمل المنظر اللي انت شايفه دوت كده، بتعمل دوريايه. الدوريايه ديت عباره عن ثلاث حاجات، نقطه جوه اللي هي الثرومبوزد فيسل، الفيسل اللي اتقفل، وبعدين حواليها فات، وبعدين حواليها ثيكند بريتونيوم اللي هو اللي مغلفها من بره دوت. هذا المنظر اسمه ايبيبلويك ابندجايتس، وهو احد اسباب الاكيوت ابدومين. وطبعا لو انت يعني حفيت عشان تشخص حاله مش هتعرف مع الاسف الشديد، لان الليجن بيكون صغير جدا وبيكون ما تعرفش تعثر عليه الا لو انت بتدور عليه عن قصد. يعني بطريقه اخرى، واحد عنده اكيوت ابدومين وبعدين بصيت على الجول بلادر لقيتها سليمه والابندكس سليمه ولا مش عارف مين سليم والبنكرياس سليم وبتاع، وبعدين قلت ما يمكن يكون دوت ابيبلوك ابندشيتس، فقعدت تفرك وتحرك في الحته حوالين الكولون لحد لما اكتشفته. فمثلا دوت عيان عنده اكيوت ابيبلوك ابندشيتس، انت شايف مكانها؟ واضحه جدا صح؟ فين بقى، شمال ولا يمين؟ شمين، هي دي، هي مظبوط صح كده. طيب ودوت عنده ابندجايتس دوت فين؟ شمال. ايه ده؟ مع الكبد، ممتاز جدا. طيب في الامتحان بقى هنجيب واحده كده وعاوزك ايه تبقى توريني الفتاك صح؟ كمان الدايفرتيكولوزيس، الكولون بيبقى فيه دايفرتيكولي، ده دوت اسمه نون كومبليكيتد دايفرتيكولر ديزيز اوف ذا كولون. لما يبقى كومبليكيتد بيحصل دايفرتيكولايتس. ايام زمان قبل السي تي وكده الدايفرتيكولايتس معناها ان الكولون از سباستيك وان اليومن بتاعه از ريديوست، واللي اهم من ده وده ان في دايفرتيكل. دي اهم حاجه في القضيه كلها عشان تشخص ان دوت دايفرتيكولايتس مش تيومر. فانت لما تبص على السي تي بتاع البلفس دوت، نمره واحد هتلاقي جدار الكولون تخين، نمرة اتنين هتلاقي الفات اللي حواليه ديرتي وستراندد وبتاع،
لكن دوت يشبه جدا جدا الكارسينوما. ايه اللي بيخرجك من الموضوع دوت؟ وجود هذه الدايفرتيكلي المليانه بالهواء، المليانه بالهواء في الجدار، فبتعرف على طول ان this is not cancer ولكنه دايفرتيكلايتس. نفس الحكايه هنا، ان سي مالتيبل دايفرتيكلي في جدار الكولون، الجدار تخين والفات اللي حواليه از ديرتي او ستراندد وكده، and you know that this is diverticulitis. وكان في دكتور زميلنا من قريب حصل له الحكايه ديت، وطبعا رعب رهيب جدا من الكانسر. وقعدنا احنا انفرقنا وحركنا وكده، وعملنا جاستروجرافين من تحت ومش عارف ايه وبتاع. المهم توصلنا في الاخر خالص ان this is diverticulitis، وعملت sub total obstruction of the colon، وهو عمل ريسكشن للبتاعه ديت، والحمد لله ان هي طلعت كده فعلا diverticulitis والموضوع عدى على خير. فالحكايه مهمه جدا في التشارجنج. زائد في نقطه مهمه جدا برضو هقولها لما نيجي للكولون، كل الناس وهي بتكتب الابدومين بيلاقي السيكم كده شكله عفش شويه، او الجدار بتاعه تخين حبتين، او ويروح كاتب الكلام دوت وبعدين يقول لك ايه فور فيرزر اندوسكوبك معرفش مين مين. العيان بيركبوا العفريت وعيلته كلها بيركبها العفريت، والدكتور المعالج بيركبه عفريتين ثلاثه عشان مش هو اللي هيعمل المنظار، لكن لو هو اللي هيعمل المنظار بيبقى يعني ممكن يكون مبسوط. فانا ارجو من حضراتكم ان حته السيكم كلنا عارفين انها بتبقى كده. السيكم هو ذا موست ديستنسبل بارت اوف ذا كولون، وبيحصل فيه ستاجنيشن ويحصل فيه حاجات كتيره، فبيدي مناظر كده. مفيش داعي ان احنا نعمل مشاكل الا لو كنا يعني متاكدين. المهم الدايفرتيكولايتس ممكن تنفجر وتعمل باراكوليك ابسس، ودايما الدايفرتيكولايتس والابندسايتس لما ينفجر ما بيعملش بريتونايتس، لانه لما بيحصل فيه التهاب، الالتهاب بيبقى سيلد باي فايبروزس حواليه، وبالتالي لما ينفجر بينفجر محلي مش بينفجر جوه البطن كلها. فلما ينفجر يعمل لوكالايزد بريتونايتس، يعمل باراكوليك ابسس سواء الابندكس او الدايفرتيكولايتس. اما الميكلز دايفرتيكولم فدوت واحد من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تشخصها في حياتك العمليه. وتستغرب بقى ان في بعض الناس عندهم حاله ميكلز دايفرتيكولم مخبيه تحت السرير، وكل شويه يجيبها في امتحان الدكتوراه، ومنتظر ان حد يقول له اه ده ميكلز دايفرتيكولايتس وبتاع. انا رايي ان لو حد قال ده ميكلز يبقى غشيشه، او يعني حصل له حاجه كده. لكن يعني احنا ننادي ونهيب بجميع الناس اللي هم بتمتحن الطلبه ان يكون الامتحان ليه اصل من الواقع، يعني يكون يمت الى الواقع بصله، وليس مستورد من المريخ او زحل او الحتت اللي هم بيحاولوا يوصلوا لها دلوقتي، والله المستعان. المهم الميكلز از دايفرتيكولم موجود في التيرمينال بارت بتاع الهيليوم، وهو عنده قاعده بتاعت ذا رول اوف تو، ان هو موجود في 2% من الناس، وان هو على بعد 2 قدم من الهيليوسيكال فالف، وان هو طوله 2 انش، وان عرضه 2 سنتي، وانه في 2 تايبس اوف اكتوبيك ميكوزا اللي هو الجاستريك والبنكرياتيك، وان 2% بس من الناس هم اللي عندهم سيمتومز من الدايفرتيكولايتس. بما ان هو قريب جدا من الابندكس فبيعمل نفس السيمتومز بتاعت الابندسايتس. كذلك هذا الدايفرتيكولم معرض لان هو ينزف، والناس شايفه ان افضل وسيله على الاطلاق لتشخيص الميكلز هو الميكلز سكان، انك انت تدي تكنيشن اللي هو بيتاخد بالجاستريك ميكوزا، ولو لقيت ان اريا اوف ابتيك ان ذا رايت ايليك فوسا تعرف ان الحته ديت فيها جاستريك ميكوزا، وعمر الجاستريك ما بتبقى موجوده الا في هذا الميكلز، فبتعرف ان هو دوت ميكلز دايفرتيكل. الميكلز ممكن يعمل انتستاينال اوبستراكشن، وممكن يبرفوريت، وممكن ينزف زي ما احنا قلنا، وممكن كمان يؤدي الى ذا ديفلوبمنت اوف كارسينويد تيومر.
and this is making طبعا السي تي ولا الام ار ولا البريم ميل فول ثرو، كل الكلام دوت مش تبعنا يعني في تشخيص الميكلز دايفرتيكولايتس. الكرونز ديزيز هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، ونقول موضوع الاستريكشر والالسريشنز والكلام ده كله، لكن عاوزك بس تحفظ الشكل دوت لانه متكرر جدا في الانتستين وملوش تشخيص. انك انت تلاقي الانتستين سواء كانت سمول او لارج، الجدار بتاعها تخين جدا وادمتس، والفات اللي حواليها ستراندد واليومن از نارد. طيب اذا كان دوت سمول باول يبقى كرونز وانت مغمض، اذا كان لارج باول يبقى ارستيف كولايتس برضه وانت مغمض. لكن كون ان هو الليمفوما او ويبلز او ما اعرفش مين او دي قضيه ثانيه، لكن هم دول ذا موست تو كومن ليجنز اللي بيعملوا المناظر ديت في الانتستين. السمول باول اسكيميا برضو هنتكلم عليها بالتفصيل لما نيجي للسمول باول والبيزنتري، وطبعا الاسكيميك باول اللي هي فيها ديميتاس ميكوزا وفينجر برينتس والكلام ده كل ده وي ويل ديسكاس ان ديتيلز. لكن امتى تعرف ان الاسكيميك سمول باول ديت على وشك انها تقضي على المريض؟ لما الهواء يدخل في البورتال سيستم. الهواء في البورتال سيستم في الاطفال ملوش اي خطوره خالص، الهواء في البورتال سيستم في الكبار علامه الوفاه، لان طالما الانتستين بقت جانجرانس والهواء طلع منها راح في البورتال سيستم، معناها ان المريض دوت از اباوت تو داي او مات على الترابيزه حاجه زي كده. والبريتونيتس اللي هو احد اسباب الاكيوت ابدومين برضو هنتكلم عليه في البريتونيوم، والعلامه الرئيسيه بتاعت البريتونيتس انك تلاقي البريتونيوم از ثيكند اند انهانسد جواه ميه والفات بلينز اللي حواليه ستراندد. احد اسباب الرئيسيه للبريتونيتس البرفوريشن او التروما او الجراحه او اللابروسكوبي او من غير سبب، يعني زيه زي اي اورجان تاني بينفليم هو برضو نفس الحكايه بينفليم. والبريتونيتس ممكن يعمل صديد جوه البريتونيوم، والصديد ده ممكن يكون فري وممكن يكون insisted in the form of multiple abscesses. وبما ان البريتونيوم is inflamed فبيأثر على الموشن بتاعت الانتستين ويعمل لها inhibition، فتبان الانتستين كأنها obstructed وفيها multiple air fluid levels اللي احنا سميناها قبل كده الالياس. الموضوع الستونز في البيليري تراكت والرينال كوليك والكلام ده كله اتكلمنا عليه قبل كده في اليورينري سيستم، وقلنا ان المناظر ديت مهمه جدا في الفحص بحيث انك انت تقدر تشوف اللونج كورس اوف ذا يوريتر وتتاكد اذا كان جواه ستونز ولا لا. ومعظم الفنيين مع الاسف الشديد بتستسهل عدم عمايل الصور ديت، مع انها مهمه جدا وبتساعدنا قوي انك انت تشوف الحصوه اذا كانت موجوده في اليوريتر من فوق ولا من تحت. وإذا كان عندك شك في الحصوة ديت هل هي فليبوليس ولا هي في اليوريتر، بتعمل ريكونستراكشن then you can see the stone. والأكيوت بايلونفرايتس واحد من الحاجات اللي بتعمل أكيوت أبدومين. والحاجات الأكيوت في الكيدني بصفة عامة بتعمل ثلاث حاجات: swollen kidney, poor function and dirty perinephric fat. ودلوقتي في من الموضوع الجديد اللي انا قلت لك عليه اللي هو الاي جي جي 4 نفرايتس، ده مشهور جدا جدا وكتير جدا من الناس بتتشخص على ان هي ليمفوما وكده، وبيطلع ملوش دعوه خالص بالليمفوما وان هو جاست اميون ميديتد زي ما انا بقول لك بعد شويه. الاكيوت بايلونفرايتس بتبقى الكيدني سوولين كومبيرد للناحيه الثانيه، بتبقى الفانكشن بتاعتها اضعف من الناحيه الثانيه، بتبقى استرييتد وديت نقطه مهمه في التشخيص، والفات بلينز اللي حواليها بتبقى ستراند. And these are the regular findings بتاعت الاكيوت بايلونفرايتس: swollen kidney, strand, striated nephrogram and dirty perinephric fat. الكيدني لما يجي فيها هواء اسمها انفيزيميتس او بايلونفرايتس، ليه علاقه برضو بالدايابيتس زي الكوليستايتس وزي البنكرياتايتس. بعض الاورتيك انيوريزمز اللي هي بالذات الديسكشن او الليكنج اورتيك انيوريزم بيعمل ابدومينال بين، اما الانيوريزم العادي دوت فما حدش بيحس بيه خالص لحد لما ينفجر. اللي بيعمل بين بس هو الليكنج اورتيك انيوريزم والديسكتنج اورتيك انيوريزم. And this is an aortic aneurysm, and you see
كل ال soft tissue densities اللي حواليه معناها ان هو بيليك. And this is the region of the aorta, this is the aneurysm, and these are the leaking around the aneurysm. كذلك الديسكشن، انك انت تلاقي انتمال فلاب ماشيه جوه الاورطة وساعات تدخل جوه السوبير ميزنتريك او الكومن ايليك وكده، وممكن تعمل اللي هو الريكونستركتد ايمجز عشان تشوف الفول كورس اوف ذا ديسكتنج انتمال فلاب. And this is aortic dissection extended into the superior mesenteric artery as well as into the right renal artery. ودولت أحد الأسباب الوجيهة جدا للأبدومينال فين.